مع دخول فصل الشتاء ممكن تزيد حالات الانفلونزا، وهذا طبيعي. لكن اللي مو طبيعي ان اول ما نحس بالاعراض على طول ناخذ السياره ونروح للطبيب، نقول له يا طبيبنا عطنا ابره الانفلونزا. يا جماعه الخير، ماكو شيء اسمه ابره الانفلونزا، هو يقصد ابره الاولفن، وما يدري ان الابره هذه اذا خذاها باستمرار ممكن تضره وما تفيده. الابره هذه ما هي مضاد، ممكن تسبب له فشل كلوي، ممكن تسبب له مشاكل بالمعدة، وممكن يرتفع عند الضغط. ما في حل سحري للإنفلونزا. ممكن أثبتوا العلماء أن اللي ياخذ زنك أو فيتامين سي فترة الإنفلونزا تقل عند المدة، لكن ما في حل ثاني غير الراحة. صدقوني اتبعوا الخطوات هذه لمصلحتكم وحق صحتكم. تدرون ليش؟ لأن صحتكم تهمنا.